حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة وطن الفضائية، وهذه تغطية خاصة ننقلها لكم من خلال انطلاق مجلة السيدة الأولى، وهذه الرحلة والمحطة التي كانت تحلم بها كثيرا الإعلامية جيهان الطائي، وسط حضور فني غفير من نجوم الوطن العربي والوطن الحبيب. مشاهدة ممتعة. نعم مشاهدينا الكرام، أكيد مستمرين معاكم بتغطية هذه الجولة بحفل مهم. زياد العذاري، أنت مواكب لكل محطات التحضير، فحدثنا عن كواليس هذه الحفلة وهذه الأمسية لانطلاق السيدة الأولى. أنا سعيد جدا اليوم مجلة عراقية اجتماعية تطلقها الإعلامية الرائعة الأخت جيهان الطائي، هي تطلق صوت للمرأة، صوت للطفل، صوت للأسرة بطريقة مثقفة، بطريقة واعية. نحن نحاكي مجتمع مثقف، نحن نطور المجتمع، ننبه الأخطاء ونعالجها عن طريق الصحافة المقروءة. ربما الميديا مهمة جدا، لكن يبقى الشيء المكتوب هو مصدر للدراسة، مصدر للمراجعة، وأيضا مصدر تاريخي في الكتابة. يبقى الكتاب في المنزل، الموقع الإلكتروني ربما يهمل، ربما يتوقف، ربما الأقمار الصناعية يصير فيها خلل، يتوقف الإنستغرام والفيسبوك، هذا شيء وارد، لكن المجلة تبقى خالدة ومصدر مهم جدا. على مستوى التصميم، من اللي راح يلتك انتظار يعني، او اجمل تصميم برايك باطلالات النجمات اللي راح يكون متواجدات اليوم؟ والله اليوم معنا نجوم عرب ومعنا نجوم من العراق. اللي لفت انتباه بعدني ما شفته يعني خلي لفت انتباهي، واكيد راح نوجه نقد بناء وجميل وراقي، وايضا ينزل في عدد المجله. اكيد اليوم ازياء جيهان الطائي راح يكون من تصميم حضرتك، وراح يكون ايضا عندي فاشن شو، عرض ازياء لمجموعه فساتين، يعني هي مو كولكشن وانما شيء بسيط بمناسبة هذه المناسبة. أكيد. واختاريت انه الازياء تكون هي مسيطرة اللون الداكن، وحبيت اعبر عن قوة المرأة وصرامتها وقوة شخصيتها. طيب، بدالة اللون. انت اليوم ليش لابس اسود؟ ليش اختيارك لهذه الالوان بهكذا حفل؟ اكيد اكو لغز بالموضوع. زين انت ليش لابس اسود؟ انا لابس ابيض مطعم. لا ما مطعم انا يعني احب الاسود، والكولكشن اليوم راح اطلقها غالب عليها اللون الاسود. أوكي. الاسود لون انيق، لون يعني يعطي فخامة ورقي وأناقة للمرأة والرجل أيضا. حتى احنا ما نحكي بموضوع فقط الحفل. نعم. لو في يوم بحفل زفافك وطلبت من عندك المدام انه ترتدي بدلة اللون الأسود، راح توافق؟ هي تلبس اسود؟ أيه هي ليش لا، حلو، ماكو مشكلة. لا ماكو مشكلة. شكرا. لازم نجربها حبيبي، اشرب بيك ومنور استاذ بوجودك واطلالتك الجميلة الانيقة. شكرا. نشرب بيك حبيبي، شكرا جزيلا حياتي. مرحبا. اهلا وسهلا. يمكن اللي يشاهدوك اول مرة، شلون تقدمين نفسك عادة؟ أنا أقدم نفسي أول ما أقول مهندسة يسر الخفاجي. مهندسة؟ نعم، مهندسة وإعلامية. أنا من عمر 15 سنة. شو علاقة الهندسة بالإعلام؟ هذه هواية وهذه هواية. هاي دراسة وهذه هواية. طيب. الإعلام. اليوم وجودك بحفل السيدة الأولى، ليش اختارتي هذا الديزاين وليش هذا اللون تحديدا؟ هذا اللون حتى النساء تبرز، مثل ما تبرز عندنا السيدة الأولى، مجلة السيدة الأولى من بعد 2003 لحد هذه اللحظة. رجعت هذه الاهتماماتنا بهذا الشيء، وأنا أتمنى تدوم ويانا لسنين طويلة. عادة جمال المرأة يكمن بأزيائها وميك اب، أو هي سحرها من خلال ابتسامتها وبشرتها مثلا؟ سحرها وداخلها الأهم. داخل الأهم أهم من الخارج تماما، الداخل أهم، ما تعرف شنو اللي بداخلها، ولهذا هي دائما السيدة الأولى. تمام. بحياتك من السيدة الأولى؟ جميع النساء العربيات. واحدة منهم؟ الأم. شنو تقولي لها؟ أقول لها الله يديمك إلنا، كل عام وأنتي بألف خير بمناسبة العيد. أوكي. حتى ما أخذ من وقتك هواي، عادة اللون الأحمر بدلالات هواي، لكن الأبرز هو الحب. أوكي؟ أكيد يبرز على الحب. أوكي. الحب بحياتك هو الأول؟ الحمد لله. الحمد لله؟ أبدا. شكرا لتواجدك. شكرا لك. شكرا. حياك الله. مرحبا. أهلا وسهلا. عادة يعني ممكن السياسيين ما يكون لهم حضور بهكذا محافل فنية، كيف تشوف تواجدك اليوم الفعال وأنت معروف بسيد الأناقة؟ بارك الله فيك أستاذ محمد. اليوم كلنا فخر واعتزاز بهذا المهرجان البهي، ألا وهي اليوم
لقبت المرأة العراقية بالسيدة الأولى. ما هي السيدة الأولى منذ القدم يعني؟ كل النساء العراق على أرض العراق هي السيدة الأولى التي ناضلت وجاهدت وفي كل زمان في كل أوقاتها. تمام. عادة بهكذا محافل لابد أن نتحدث عن تنسيق الألوان ونتحدث من اللي يختار لك الأزياء. على المستوى الشخصي من يختار لك الأزياء؟ لا، هذا اختيار شخصي بعد يعني. لا مستحيل. هذا هي البروتوكول هيجي. أنت طبعا أكيد. طيب. أكيد يقال أنه حضرتك متزوج أكثر من 3 نسوان. المن تأخذ رأيها واحدة من تلبس ملابس؟ صدقني ما أخذ رأي أي شخص. أبدا. طيب ايش قد تشجع على هكذا محافل تهتم بالمرأة وتهتم بجمال المرأة وإنجازها؟ اليوم نفتخر بهذه السيدة التي قدمت، الإعلامية جيهان الطائل التي أكيد. قدمت هذا المحفل وهذه المجلة التي تختص بمجلة للسيدة الأولى العراقية. كل رغم المضايقات، رغم كل لكن هي حاربت وجاهدت حتى تحقق وناضلت من أجل رفعة اسم السيدة الأولى. اليوم طيب. كلنا فخر واعتزاز بهذه الاحتفال البهيج. طبعا. وكل العراقيين والعراقيات والشباب والشابات اليوم يحتفلون، كلنا سياسيين وإعلاميين وممثلين وفنانين وكلهم يحتفلون بما فيهم أنت يا أستاذ محمد. حبيبي حبيبي. بارك الله. من السيدة الأولى بحياتك؟ الأم، المرأة العراقية التي أنجبت هكذا أبطال الذين حاربوا وقاتلوا. كلمة شكر بحقها شنو طبعا تقول؟ أكيد لا توصف أبد أبدا. شمات حنيتها أبدا أبدا. تخفى تخفى. يعني احنا باللهجة العامية يقول تخفى على 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 حنانها، على دفوها، عن كل شيء. الأم. تمام. آخر سؤال، الإنسان يقدر يعيش بدون الحب؟ مستحيل مستحيل. الحب هو الحياة، هو البهجة، هو السرور. أكيد. الحب هو الطاقة الشبابية. أكيد. شكرا الحبيبي جاسم. الحبيب جاسم مرحبا. اهلا، كيف الحال؟ تمام الحمد لله. عاده لما احد يطلب من حضرتك سي في لاول مره، شلون تعرف نفسك؟ هو اول شيء انت تبلش من نفسك، ما تبدي من نجاحك او من خطواتك اللي سويتها بالحياه. اوكي. فانت التعريف هو راح يكون التعريف الذاتي عن باسمك انت الشخصي، شلون راح تكون، شلون راح تعرفه للعالم. كيف انت تعرف نفسك؟ انا اعرفك. ممكن انا راح اقول عمر هادي فقط. راح اقول عمر هادي مقدم برامج، معدوم مقدم برامج بس. حضرتك قدمت الكثير من البرامج واستضافت الكثير من السيدات. صحيح. من اجمل سيدة لا زالت راسخة بسيفيك الاعلامي تعتقد هي الافضل من حضرتها؟ من السيدات؟ من السيدات. كل مرأة عراقية صراحة كانت هي جميلة، مو ضروري بشكلها وإنما بعطائها. أكيد. بمنجزها، بوجودها هي اصلا هي جميله بكل شيء. فما راح يكون انه اذا راح اسمي اسم اني راح اظلم الباقين. اسم معين حرام، راح اظلم هواي. يلا 2 ما يخالف، حتى ما نخليها واحد. اسمي اسمين والله يعني. يلا اسمين، انا ساعدتك هسه. شوف راح اقول يمكن من الوسط الفني راح اخذ اللي هو اقرب. اوكي. راح اقول السيده آسيا كمال. أوكي. فنانه آسيا كمال. أوكي. من الجميلات جدا، من جميلات الشاشه العراقيه. ما حد يمكن. الثانيه انت والله اذا تخليني بفخ يعني انا ما اقدر اقول اسامي بصراحه. الثانيه يلا لك الجواب. طيب خلينا نروح الى شيء عربي. ممكن يلا ممكن عربي. نروح شيء عربي. ممكن. اعتقد من الشخصيات الجميله اللي اني جدا حبيت محاورتها بيوم من الايام هي الفنانه الكويتيه هدى حسين. هدى حسين. فذولا يعني خلينا نقول الافضل من حاورته. هو ليس الافضل. لا. لان اكيد اكو نجوم هواي ونجمات هوايه، بس جل. احنا بدنا نقول انه هذول كاسمين هدى حسين لوجودها وللمواد اللي تاخذها او لنوعيه الدراما اللي تحب تقدمها للناس بالسنوات. هذا سنجل؟ اي. ليش؟ اي خلاص. بعد العمر شنو يريد؟ لا بعد العمر احنا ما نعتمد انه الزواج ما مربوط بعمر ترى. صح ولا انا غلطان؟ صح. الزواج ما مربوط بعمر، ويمكن انه
السيدة الأولى لكل شخص، لازم الواحد يتأنى يلا أنه يخطو هاي الخطوة، مو أنه لمجرد والله أنا ببالي أتزوج حروح أتزوج، لا لازم شوي أنه تظل. آخر سؤال حتى ما أخذ من وقتك، من هي السيدة الأولى بحياتك الآن؟ ماكو أحد ينافس الأم أنه تكون هي السيدة الأولى، مستحيل مستحيل. هي السيدة الأولى لأنه هي اللي تبني وهي اللي تسوي، مو بس إلي، هي بالنسبة لكل الأشخاص، هي اللي تبني البيت وتبني مجتمع وتأسس هذا الجيل اللي يطلع إلى العالم. فأعتقد الأم هي السيدة الأولى بدون أي منافس. أنا كلش أشكرك. أنا اللي أشكرك. أنا اللي أشكرك. شكرا لك. تسلم حبيبي. شكرا تسلم. حبيبي. شكرا شكرا. مرحبا. مرحبا. سيادة النائب، عادة حضور المرأة يعني السياسية والإعلامية بهكذا محافل، إيش قد إلى تأثير إيجابي على نفوس النساء الموجودات؟ حقيقة اليوم لوقوف المرأة الأثر الكبير مع المرأة، فهناك من يجحد حق المرأة أنه اليوم المرأة هي من تظلم المرأة، هي المرأة التي تظن بالمرأة السوء، المرأة لا تدعم المرأة. فاليوم وجودنا ما هو إثبات العكس، اليوم وجودنا هو إثبات أنه اليوم المرأة تدعم المرأة في أي مشروع. واليوم مشروع السيدة الأولى ومجلة السيدة الأولى هي من المشاريع القائمة على تغطية عمل المرأة وإبداعات المرأة وما تقوم به المرأة من منجز. أوكي. هذا على مستوى الرأي، لكن على مستوى تنسيق الألوان بمحافل مختلفة، عادة من ينسق ألوان أزياء حضرتك إذا كان مثلا محفل سياسي أو فني أو يعني اجتماعي ممكن إنساني، كيف هو الاختيار؟ حقيقة أنا أعتمد على نفسي بنفسي في اختيار الألوان المناسبة، فألوان الصباحية تختلف عن الألوان المسائية، ألوان المناسبات تختلف عن الألوان في المناسبات الرسمية، واليوم مناسبة نصف رسمية يعني شبه رسمية، فتكون الألوان مختلفة لكن بزي رسمي. بزي رسمي. نعم. أوكي. لو ممكن أنطيتك رحلة واحدة تسافرين بها طول حياتك وماكو أي رحلة بعدها، وين راح ترى أي مكان؟ إلى مكة المكرمة أكيد. إلى الحج فقط؟ نعم أكيد. حلو. إن شاء الله. شكرا جزيلا. آخر سؤال. نعم. من هي السيدة الأولى بحياة انسجام الغراوي؟ سيدة زينب عليه السلام. سارة شلونك؟ الحمد لله. أنا مشتاق لك وهمزين التقينا. الله يخليكي. فرصة جمعتنا. عادة الإيفنتات كيف تختار بيناتها وكيف تميز؟ يمكن هواي دعوات تجي لكن كيف تختار؟ طبعا مبدئيا هي اي دعوه تجي هي تقدير واحترام لك، فيسعدني انه البيها كلها، لكن احيانا الانشغالات هي اللي تخليك انه ما تحضر كل شيء او اي شيء، وبنفس الوقت لازم تختار المكان الصحيح اللي تظهر باي وقت. فاعتقد انه اليوم يوم مناسب وفرصه حلوه انه اشوف بيها كل زملائنا وانت اولهم. ايش قد عمرك صار؟ كبير. يعني ايش قد كبير؟ يعني عشرينات اكيد. عشرينات. أي. اوكي. من السيده الاولى بحياتك؟ امي طبعا. شو تقول لها؟ اقول لها هواي احبك ويعني يا رب يعطيك الصحه والعافيه دائما. واحنا من محبتك. حبيبي اشكرك محمد. شكرا جزيلا حبيبي. مرحبا اسراء. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ ليش ابتعدت؟ تعال. اذا طلبت منك تعرفين زوجك للمشاهدين. ايه. شو راح تعرفيه كزوجه مو كاعلاميه او كذا؟ صديق. صديق ورفيق الدرب. تمام. اسراء العبيد، ايش قد مهم الزوج يكون دافع المعنوي مهم بحضور المرأة بالمجتمع وبكل الميادين؟ شوف جدا مهم. لانه اذا هو ما كان يحفزها دائما ويكون الداعم الاول لها، ما راح تستمر حياتهم سوا ولا راح يكونون هم متفهمين اصلا. اوكي. فضروري انه هو يكون الداعم الرئيسي لها. من السيدة الاولى بحياتك؟ والدتي الله يرحمها. الله يرحمها. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. جيهان الطائي مرحبا. اهلا بك. مرحبا. عادة مرات يقولون جيهان الطائي واكو هواية طائي طائي طائي، لكن لما نرجع انه جيهان الطائي هي الاولى، ازعجك هذا الموضوع؟ اولى بشنو؟ يعني هواية الاولى يعني على الشهرة، اول وحدة اشتهرت في العراق اسمها جيهان الطائي، بعدين اكو جوي القاب. اول شيء اهلا وسهلا بك محمد، شرفتنا اليوم في حفل انطلاق مجلة السيدة الاولى، المجلة الاولى المعنية بالمجتمع العراقي والمرأة العراقية خصوصا. احنا نريد نصدر المرأة العراقية والمجتمع العراقي عربيا. سيداتنا ونسائنا جميلات انيقات، ليش احنا ما حد شايف مجتمعنا الحقيقي بكل بهاء وجماله؟ وليش احنا الصورة النمطية السيئة المأخوذة ان احنا بلد ما بي امان، ما بي استقرار، بلد انه احنا ما عندنا مواكبه مع الحاضر الان؟ لا، احنا بلد بتوفر بكل مقومات الثقافه والجمال، احنا البلد الاول في كل شيء. طبعا. فنستحق ان تكون المراه العراقيه الاولى. هذا اول حفل
بحضور نوعي وانت تعبتي جدا بتحضيرها. نعم جدا. شلون حضرتي؟ شلون جبتي هذا الكم من النجوم؟ والله اول شيء حبهم لي، ثقتهم بي، اثنين تشوقهم للماده المقروءه، ثالثا عندهم ثقه باللي اقدمه اني، فذلك اشوف يعني مستشار دوله رئيس الوزراء الشؤون الثقافيه، مستشار دوله رئيس الوزراء لشؤون المراه، كثير من الشخصيات الفي في اي بي، السيد نقيب الصحفيين جالس بالقاعه الان. المجله يعني ليست بالشيء الهين، وتحضيرها استغرق من عندي سنه كامله حتى نطلق العدد الاول. اخر سؤال، ندري انت مشغوله. لا لازم استقبل ضيوفي. من هي السيده الاولى بحياه جيهان الطاهر؟ ماما الله يرحمها. الله يرحمها. كنت اتمنى هي موجوده اليوم، لكن بعد هي امراه كريمه ان شاء الله. وانت ناجحه، وانا اعتبرك قدوه لكثير من النساء. اشكرك. شكرا محمد، ممنونه منك، واتمنى اسف للدموع. أتمنى أنه كل أمهاتنا بخير وأمن وسلام إن شاء الله، وكل أمهات عراقية السيدات أوائل. تسمي اليوم يومك. شكرا جزيلا. شكرا. مرحبا سيادة المستشار. أهلا وسهلا. عادة يمكن من يجرون معاكم لقاءات دائما يحكون بالأمور السياسية والهذي. لا الحمد لله أنا مستشار ثقافي ولا أحكي بالسياسة. خلاص راح نحكي بالجمال. تمام. أوكي. عادة يعني بمنصبك أو بمكانتك من اللي يختار لك ألوانك؟ من يختار لك أزياءك؟ والله أنا وزوجتي. أنت وزوجتك. زين. أنت لو زوجتك؟ لا يعني لا زوجتي أكثر شيء. أوكي. شنو يعني تواجد الرجل في صنع القرار عند المرأة؟ هل هو دافع أم يعني فرض عليه؟ نحكي لك الصدق يعني. مرة سويت لقاء. لقاء مرة سويت لقاء إعلامي فتحدثت السيدات عن ضرورة وجود وزارة للمرأة، هاي قبل تشكيل حكومات. أوكي. ووزارة المرأة. قلت لهم يعني ندعو إلى وزارة للمرأة وبعدين نجيب وزير نخلي عليه. هذا فرض يسموه. لا بالنتيجة يعني حضورنا أولا هو هذا يعني صناعة جمال. أوكي. أينما يكون صناعة الجمال فإحنا حاضرين أكيد. ومجلة مثل السيدة الأولى يعني هي بالنتيجة يعني صح العنوان هو جندري، العنوان هو نسوي، ولكن إنه وين رحنا يعني بالنتيجة لازم إحنا قصائدنا يمهن مقالاتنا كل الحب والغزل كل المواد موجودة يعني إذا يستغنن عنها إن الخسران. من هي السيدة الأولى بحياة الأستاذ عار؟ طبعا زوجتي أم الطيب وأمي، تلك السيدتان يعني أول السيدتين في حياتي أو أول السيدتين. ماذا تصف زوجتك والوالدة؟ والله ما أقدر أختصرها بثلاث كلمات يا أخي، صعب يعني هذا السؤال ومحير، نتيجة هذا حياة طويلة عريضة وحزن وفرح وصعوبات وكل شيء يعني، بس هو ما يعني هذا اللي يديم الحياة والحب هو زيت الحياة الأصلي. آخر سؤال وأنا ما أريد أتعبك، يمكن المجال الثقافي هو أيضا يعني من ضمن معتركات العالم السياسي بكل تأكيد. تمام. أوكي. عادة السياسة عالمها مخاير مختلف، يشبه الفن يشبه حياتنا، شنو اللي يختلف؟ كل قطاعات الحياة هي يعني تتشابه نوعا ما، وما ما تشاهده من صراعات في القطاع السياسي مشابه له في القطاع الثقافي. الحياة بدون صراع لا يمكن أن تدام. هذا الصراع والمنافسة والاختلاف وحد الخلاف يصل الاختلافات تصل حد الخلاف هي التي تنتج الفعل والحركة. صالح الراشد شونك؟ حبيبي الله يسلمك محمد. عادة شنو تحب أقدمك، الإعلامي الخليجي لو العربي لو الكويتي لو العراقي؟ مو مهم. إحنا لأن كلنا واحد. أوكي. كويتي عراقي بقلبك. كويتي عراقي. ألو. خليجي عربي. تمام. وين ولادتك بالضبط، بالبصرة أو بالكويت؟ بالكويت. بالكويت. لا أنا بالكويت، مواليد الكويت وأمي كويتية وأبوي الله يرحمه عراقي وعيشتي دائما في الكويت، وهذه الزيارة الأولى لي في بغداد ومتشرف جدا أن أنا أكون موجود في بغداد وأشوفك وأشوف هذا الحدث الإعلامي، لأن نسمع وايد أشياء كلها غلط. يعني 180 درجة، بلد جمال وحضارة وشيء مرتب صراحة. أنا متشرف جدا على هذه الدعوة الأولى واللي راح تتكرر إن شاء الله دائما. أنا ما أريد أخذ من وقتك، لا أخذ الوقت كله، حلقة حلوة صح حبيبي محمد، لكن اليوم أريد أقول لك شنو رأيك بهكذا مجلة تعنى بالمرأة وتحديدا شيء جديد عندنا بالعراق، أنه ماكينة ثقافية تظهر إبداعات النسوة. صح، دائما يقال أن المرأة هي نصف المجتمع، أنا أشوف أن المرأة هي كل المجتمع حتى نجاح
نجاح الرجال في رجال كثر ناجحين وراءهم امرأة عظيمة كما يقال. زعل كم واحد خلي يزعلون. اللي مو واثق من نفسه يزعل. اوكي من السيدة الأولى بحياتك؟ والدتي. شنو تقول أمي لها؟ احبها وايد وشكرا على كل شيء قدمته لي، لان انا امي ربتنا بروحها، يعني انا تربيه ام امراه من غير الوالد الله يرحمه، فعشان كذي انا عندي تقدير كبير للمراه، والمراه شيء اساسي في المجتمع والرجل شيء اساسي في المجتمع وكلاهما يكملون الاخر. ما راح ترجع للكويت، شنو راح تقول عن العراق باربع كلمات؟ انا قلت قاعد اقول اصلا لا احسن من ترجع حق الكويت. ما يكفي اربع كلمات ان انا اوفي حق هذا البلد. بس اقول لك شغله والله العظيم انها احلى سفره في حياتي لحد الحين. ايش كثر سافرت دول عربيه ودول اوروبيه ما استمتعت كثر ما استمتعت بالعراق، والسبب الاول اللي نفسك وشرواك اهل العراق، اهل الكرم والحضاره. انت قاعد تتكلم عن اقدم حضاره في التاريخ في العالم، يعني ما في اقدم منها، فبالتالي اكيد هذا شيء بسيط اللي احنا قاعدين نشوفه. انا ادري العراق شنو راح يسوي وشنو التوقعات في الفترة المقبلة، والقادم أقوى وأجمل إن شاء الله. شكرا جزيلا حبيبي محمد. حبيبي. الله يحفظك. عائلتي تربح يابا شكرتي. هل عائلتك ربحت؟ بيش ربحت؟ ما أعرف، يعني عائلتي ببرنامج تقصد؟ لا ربحت بالحياة شيء. أكيد أكيد، يعني كعائلة الحمد لله وشكر زوجتي مخرجة سينمائية وتلفزيونية، وعندي علي الكرار ابني في ألمانيا يدرس هندسة طبية ما شاء الله هذه السنة الرابعة والحمد لله، وعندي أميمة اللي الآن يعني اشتغلت في الدراما التلفزيونية في مسلسل خان الذهب، وأتوقع لها إن شاء الله أن تكون نجمة فعلا في المستقبل، لأنه حضورها أنا بالنسبة لي أبهرني وفاجئني، رغم أنه أنا أعرف طاقتها بس كانت رائعة. أشادوا بها الكثير من أشادوا غير ما أنا أشوفها، أنا أشوفها كأب وأشوفها كفنان، يعني أنا رغم أنه أشوفها بنظرة حيادية حقيقة، ورغم أنه أنا لم أتدخل في شغلها إلا بملاحظات بسيطة عامة، ليست ما كان يخص النص ولا يخص الشخصية، لربما أمها كانت وياها في بعض المراحل، بس هي حقيقة لما وقفت أمام الكاميرا مع الانطلاقة الأولى لا الحمد لله مشت بشكل رائع. وأنا قلت لك تفاجأت بعد ما شفت العرض، يعني لم كنت أحضر التصوير مالها، بس من شفت العرض المسلسل، أول المسلسل أعجبني جدا، تحية كبيرة لمخرج العمل وللمؤلف ولقناة NBC العراق على هذا الإنتاج، وأتمنى أن تكون الإنتاجات القادمة أفضل وأفضل. وكان هناك أيضا نخبة هائلة من الممثلين الرائعين شبابا ويعني شيوخا، يعني نقول سامي قفطان، طاح علوان، نقول أميرة جواد، إلى جانب الشباب سيف رائع، الولد اللي مثل دور البطولة مع غسان إبراهيم، سيف الشريفي بالضبط. تحية له، تحية لكل العاملين. أنا ما أريد أخذ من وقتك لأن حضرتك لازم تدخل إلى الطاعة. مع خطوة جيهان الطائي السيدة الأولى، من هي السيدة الأولى بحياة جواد الشكرتي؟ عاتك الخطيب طبعا، يعني لا محالة، لكن هي لما نتحدث عن السيدة الأولى بالتأكيد هي أمي، يعني أمي التي رحلت عن عالمنا من عام 1994 لا زالت السيدة الأولى بحياتك. طبعا لا تزال، وأحمل لها ذكرى جميلة ورائعة، وعندما جاءت عاتك الخطيب كزوجة وقبلها كصديقة ورفيقة وحبيبة، أصبحت زوجتي أصبحت ولا تزال من عام 91 تقريبا إلى اليوم هي السيدة الأولى في حياتي. أنا أحبك هواي، أشكرك، أتمنى لك مزيد من التوفيق حبيبي أنت، وأن تبقى خيمة فنية الله يخليك يا أزك، وشخصية رائعة تمثل العراق في أي مكان. حبيبي أنت. شكراً حبيبي جزيلاً. شكرا جزيلا النجمة ملايين حبيبي. هل كانت حياتك معطاءة بملايين من الحب؟ أكيد، أنا أصلاً ما أعرف غير بس الحب، حتى أولادي مرات تقول لي بنتي شوية أقسي على الأولاد، أقولها أنا ما أعرف غير الحب، ما أقدر أنطي غير الحب، فحياتي كلها حب في حب. شنو يعني لك السيدة الأولى ماكنة إعلامية تهتم بالثقافة وتهتم بالمرأة وتهتم بإبداعات المرأة على الأقل؟ قبل شوي أنا قلت إنه أنا من الناس يعني الداعمين للمرأة، خاصة بصورة عامة المرأة العراقية، لأن تستحق الدعم، والسيدة الأولى راح تهتم بكل إنجازات المرأة، هموم المرأة، الشغلات اللي تفيد المرأة، فإحنا وأنا واحدة من الناس كل دعم المجلة السيدة الأولى وللمرأة.
شو تقولين لكل امرأة تعتقد أنها غير مبدعة؟ تعتقد ماكو امرأة غير مبدعة، ماكو امرأة غير جميلة، كل النساء مبدعات وجميلات، بس يراد أنه كل إنسان، مو بس المرأة، كل إنسان يثق بنفسه، لأن إحنا الله خالقنا عندنا قوة، فأكيد أنه الجميع عندهن قوة وعندهن جمال وعندهن إبداع. من السيدة الأولى بحياتنا؟ والدتي. شكراً لك. زي حضرتك. أهلاً. عاملة إيه؟ الحمد لله. أنا سعيد جداً أنه يكون الإعلام المصري متواجد اليوم. شعبان واحدة من السيدات الرائعات اللي قدمتي ما شاء الله سيفي إعلامي. من بين كل هذه البرامج اللي قدمتيها، من هي أجمل سيدة حاورتيها؟ أجمل سيدة حاورتها هي السيدة العربية بوجه نعم. أي سيدة مكافحة، أي سيدة عندها كاريزما، أي سيدة عندها حضور. أنا بالنسبة لي من أعظم السيدات اللي قابلته. ماكو اسم معين؟ اسم معين؟ ايوه. والله لا، صعب اقول اسم معين لان الحلوين والرائعات كثير. كيف شفتي بغداد؟ كيف شفتي سيدات بغداد والعراق بشكل عام؟ كنت لسه عامله انترفيو من شويه بقول فعلا هي بلد كل اللي فيها ناس مزوقه كتير قوي وناس راقيه. انا حابه العراق وحابه الشعب العراقي من قبل ما اجي العراق، وقبل ما اجي اتعامل مع بقيه الشعب. انا اتعاملت مع بعض العراقيين في مصر، لكن طبعا فيها قليلة جدا، لكن أخذت انطباع بصراحة في منتهى الروعة، ولما جيت العراق تأكدت أن الانطباع ده عندي صحيح. شبع شعبان، من هي السيدة الأولى بحياتك؟ السيدة الأولى في حياتي مامتي طبعا. شنو تقولي لها؟ مامي ربنا يخليكي ليا وتفضلي عسل كده وسكر والطاقة الإيجابية في حياتنا على طول. يا عمري نورتينا، وإن شاء الله إقامة سعيدة في بغداد. بسي حبيبي. وكل بيوت بغداد هي بيوتكم. الله يخليك. طبعا طبعا شرف ليا. ثانك يو. حبيبي الله يسلمك. كيف شفت بغداد؟ بغداد جميلة، أكيد بغداد جميلة، وأنا يعني هذه مو أول زيارة، يمكن قبل شهر كنت موجود أيضا. وما شاء الله لا إله إلا الله تبارك الرحمن، كل يوم أجد فيها هذا التطور الجميل وهالروح الجميلة. بغداد فيها انطباع أول انطباع أخير. الانطباع الأول أول ما تدخل لها تحس هذا الترحاب وهالمحبة وهالروح الجميلة من أهل بغداد الطيبين، وفيها انطباع أخير بعد ما تطلع يقولون لك ليش رايح، خليك معنا. فهذا شيء يخليك أنت تضع في خططك المستقبلية أنك أنت ترجع مرة ثانية إلى هذه الأرض الطيبة. من هي السيدة الأولى بحياة داود حسين؟ أمي رحمة الله عليها. يعني أنا صراحة بحياتي أمي أكيد، يعني وفيما بعد زوجتي أكيد، يعني هذول الثنتين. شو كانت الدعوة؟ شو تلقيت الدعوة؟ الدعوة تلقى ست جهان الحقيقة مشكورة، ما قصرت وبعثت لي الدعوة لهذه. أنا حبيت موضوع السيدة الأولى، حبيتها جميلة، وعنوان رائع راقي يحمل الكثير، عنوان عميق وكبير، فلم أتردد لحظة. بغداد المحبة دائما تجمعنا على المحبة. شكرا جزيلا حبيبي قلبي. مرحبا سلوى، كيف حالك محمد؟ شو الأخبار؟ الحمد لله، أنت شلونك؟ إنسانة راقية جدا. أوكي. أهلا بيك بالسيدة الأولى، كيف شفت الحفل؟ والله الحفل يعني we just arrived now، ما شفنا أي شيء، بس I'm so excited إن أشوف الأجواء شلون احتفالاتكم بالعراق. خلي أنتهز فرصة وجودي وياك وأقول حق السيدة الأولى بالعراق، أنت دائما متألقة ودائما قوية، وأنا سعيدة جدا إن راح أكون متواجدة اليوم بحفل تدشين مجلة السيدة الأولى. أكيد. تمنياتي ضيفتنا بالبرنامج. أتمنى محمد، وتمنياتي للسيدة جيهان الطائي كامل التوفيق. هي سيدة تتمتع بمواصفات ومقومات نجاح جميلة، إن شاء الله منها للأعلى سيدة جيهان. شكرا جزيلا. الله يسلمك. شكرا. محمد شكرا، نورت بغداد. شكرا شكرا. بغداد ما بدها نورنا، بغداد نورها منها وفيها. أوكي. شكرا. كيف توصف بغداد بكلمتين بعد خبرة إعلامية كبيرة وتعمق ودراسة وكثير من الأمور؟ لأن العراقة يعني العراق، ومعنى التبغدد عزا وجاهة. إذا قلت صح، إذا لا بقصد كل كلمة، إنه في عراقة بالعراق، في عز وجاه. هون خبرت اليوم أصدقاء وأهل، قلت لهم وكأنك عم تمشي على كتب التاريخ. أوكي. العراق يعني
العراق، العراق يعني الحضارات وتوالي الحضارات، العراق يعني المفكرين والمبدعين، يعني بتبلش أنت من صلاح الدين الأيوبي وحمورابي ووصولا إلى كل المبدعين يلي بنعرفها. العراق يعني لي أنا زها حديد، العراق يعني كاظم الساهر، العراق يعني الجوه، يعني في مبدعين كثر هنا في العراق. وأنا سعيد جدا أني في بغداد، هذه المدينة العريقة يلي نشأنا في التاريخ والجغرافيا، التاريخ والجغرافيا حفظنا عنها. اليوم أنا أمشي على أراضي العراق، شفت دجلة وأنا سعيد جدا. رحت زرت نقابة الصحفيين العراقيين، زرت كنيسة سيدة النجاة، سعيد جدا، وأيضا العتبة الكاظمية المقدسة، سعيد جدا. سؤال قبل ما تجي، كنت حاول انه احضر في السؤال شنو راح اسالك، بس قلت راح اخليه هو يقول منو هي السيده التي تحلم بمحاورتها ولم تحاورها حتى الان. حتما لما تسال اي اعلامي في الوطن العربي لا يذكر سيده، ما في غيرها، سفيره لبنان الى النجوم هي السيده فيروز التي غنت الاوطان ولم تغني الاشخاص، التي غنت الأمم ولم تغني الحكام، التي تساوي وتعادل في ذاكرة كل العرب بيروت ولبنان. لما تغني وتقول بحبك يا لبنان يا وطني، أفخر وأعتز وأشمخ كما يفعل كل العرب عندما يسمعون إلى أغنيات فيروز. هذا الإرث اللبناني الوطني العربي يلي منفخر فيها دائما. أطل الله بعمرك فيروز. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك، اتمنى لك إقامة سعيدة. شكرا لحضرتك، شكرا شكرا لك. مرحبا. مرحبا، شلونكم؟ طول بعمرك. انا كلش فرحان اليوم انتم موجودين هنا، والعراقيين كلش حبوكم. والله على راسي كلكم، ما قصرتوا. الحب والزواج، الزواج هو انتصار للحب او الحب هو انتصار للزواج؟ والله خلود كل شيء، الاثنين خلود كل شيء، خلود كل شيء بالنسبة لي. حلو، نقلت ثقافة للناس أنه حب الأسرة وكذا، شنو بدك تفكرون بالمستقبل تقدموه؟ نفكر أن نكون دائما ناجحين، دائما نقدم الرسالة اللي فيها إنسانية، دائما ندعم الناس الطموحة والناجحة، ونساند بعض اكيد دائما، ونكون دائما ايد واحده. شلون اجتكم الدعوه من سيد جيهان الطائي، وكيف شفتوا بدايه يعني حتى الان هيك مجله ترعى وتتبنى ثقافه المراه وابداعها؟ طبعا هي تقريبا المجله الاولى بالعراق. حلو، تعنا بالمراه، بالمراه، وسويتوا شيء فخم ما حد سواه قبل هالمره. فعلا برافو عليكم، وشخصيات مهمه وكبيره، وان شاء الله نكون مبيضينها معكم. هاي الزياره الاولى، اكو ثانيه وثالثه؟ هذه الزيارة الأولى بس دلينا الطريق. شنو ثاني ثالثة؟ أنت قاعد تسب علينا كذي؟ إيه. شنو ثاني ثالثة؟ لا يعني في 10 و20 إن شاء الله 100 بإذن الله يا رب. شكرا لتواجدكم وإقامة سعيدة، داعمين لكم للأبد. شكرا. مرحبا ست ميس. أهلا وسهلا. يمكن هواي نتواصل وهواي نأجل لقاءات بسبب انشغالات. صحيح. الحمد لله إنه إحنا قدرنا نلتقي. يسعدني ويشرفني ألتقي بك. الله يبارك فيك. من هي السيدة الأولى بالفن؟ انت جيت من الاخر. مو من هي السيدة الاولى؟ ما يتسهل، اريد قبل سهل. احنا عندنا سيدات كبار من اوائل السيدات في التلفزيون العراقي. عندنا لكل جيل هناك مؤسسين وهناك مكملين، وهناك مكملين للمسيرة اللي قادوها سيداتنا. يعني دائما اقول هم كلهم الاوائل. من قدوة من الكبار؟ الفنانة الكبيرة الأستاذة سليمة خضير. نعم. زيارتك إلى بغداد بالفترة الأخيرة تواجد كل شيء هواي، وهذا الشيء أسعدنا كإعلاميين. الله يخليك. برامج فنية. الله يخليك. شون تشوفين انطباعك الآن الحركة الفنية، وتحديدا يوم جيهان الطائي واحدة من السيدات اللي عملت هذا الإيفنت المهم؟ أنا داعمة حقيقية لصديقتي الغالية الرائعة جيهان الطائي. جيهان الطائي امرأة مجتهدة، أنا أسميها امرأة حديدية، اللي قدرت تواصل في ظل أزمات كبيرة، ودعم حقيقي من زملائها واجتهاد شخصي ودعم من عائلتها. حلو. فاليوم دعمكم للسيدة جيهان الطائي هذا فشيء كبير، وشكرا، ونوجهكم كل الحب والاحترام.
أنا شهادتي مجروحة بصديقتي جيهان، فأقول يا رب إن شاء الله هذه المجلة إن شاء الله تخطو خطواتها بشكل جيد وتبقى السيدة الأولى. سؤال أخير، لمن تقولين رسالة ما حد يعرف منه هذا الشخص فقط أنت؟ وجهي الرسالة معينة. أوجه رسالة لكل المسؤولين، شكرا للاهتمام، وريد اهتمام أكثر ببغدادنا الحبيبة، لأن اهتموا بشوارعها، اهتموا بكل الأشياء السياحية. شكرا للأستاذ السوداني، شكرا جزيلا من القلب، أسعدتنا وأثلجت قلوبنا وإحنا ندخل من مطار بغداد الجميل ونشوف هالزرع والخضار. يا ريت إن شاء الله لو نشوف كل المناطق حلوة وجميلة خضراء وحلوة مثلكم. شكراً جزيلاً. سعيد جداً أنه اليوم أشوفك في بغداد. الله يحفظك. شلون شفت بغداد واتصال لك هواي ما شاء الله حفلات الخليج؟ جن الله صلى على النبي صاير. يعني نفس الخليج صاير بالضبط. ما في فرق إن شاء الله وأحلى. لا تقدم. شنو جديدك وشلون شوف هاي الدعوة؟ والله يعني أول مرة أحضر إيفنت وحضرت الخاضر سيد جيهان طبعاً أشجع على مجلتها السيدة الأولى. وهم نشوف هاي الناس الطيبة والوجوه الحلوة يا حبيبي. كلمة تقولها للعراق بس كلمة واحدة. ايش تقول تريد نقول؟ أكثر من هذا بعد ما أقول. أكثر من أحبك يا عراق. أكو شيء أكثر. شكرا جزيلا حبيبي. مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي تغطيتنا لحفل انطلاق السيدة الأولى. هذه تحياتي بتغطية هذا الحفل، محمد الأفندي والمصور حسن وكل كادر العمل. مع السلامة.